إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأكمل الله عز وجل له الدين، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الكتاب في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة يحتج لها ويرد عنها شبهات الخصوم، وقد أسس في هذا الكتاب مسائل عقدية في غاية الأهمية يحتاجها كل مسلم. ومن هذه المسائل العظيمة التي أسسها في هذا الكتاب أن أعظم ما يحتاج إليه المسلم هو توحيد الله عز وجل، وأن هذا التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، وأن الأنبياء جميعاً قد جاءوا لدعوة الناس إلى التوحيد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه البيان الكافي، وذكر ما يتعلق بالتوحيد بإجمال، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكان رب العزة والجلال قد كلف الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان هذا التوحيد ودعوة الناس إليه، وقد بينه البيان الكافي، وتلقى عنه الصحابة هذا التوحيد صافيا مصفى، تعلموه وعلموه وعاشوا عليه، وذكر أن الأنبياء جميعاً قد دعوا إلى هذا التوحيد، وهو من أعظم ما يدعى إليه. وهو لما ذكر هذا الكلام في رده على السؤال الذي أتاه من مدينة حماه في بلاد الشام، ولهذا سميت هذه الفتوى بالفتوى الحموية، يبين للناس في زمن قد حصل عندهم اختلاف كثير وتحريف في مسائل التوحيد،
الذي هو أعظم شيء في هذا الدين، فإنه قد حصل فيه تحريف كثير بسبب الفرق المبتدعة التي خلطت علم الكلام بالوحي ولبست على الناس دينهم. وهو يبين أن الصحابة قد فهموا هذا التوحيد فهما صحيحا، وأنه من غير المعقول أن يهتمون بشيء أعظم من هذا على الإطلاق. وهو لما يؤسس هذا التأسيس، لأنه انتشر في زمنه مقولة أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وأن مذهب السلف أسلم، فهذا فيه لمز للسلف الصالح، وفيه تحريف للحقائق، فإن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة. فهو يبين هذا، والذين قالوا هذه المقولة لأنهم قد تأثروا بعلم الكلام الذي سبب هذه التحريفات، ولهذا جلت ما رد عليهم في هذا الجانب بردود سليمة، فقال: أولاً، لا يمكن أن يكون السلف الذين علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتقنوا علم التوحيد، هذا لا يمكن، مستحيل أن لا يتقنوا علم التوحيد. المسألة الثانية: لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم البلاغ المبين الواضح البين، هذا مستحيل أيضا، هذا من المستحيلات، لأن هذا العلم أشرف العلوم، فهو متعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته وربوبيته، فلا بد أن يكون هذا غاية المطالب عندهم. وأي مسلم يريد الخير فلا بد أن يكون هذا عنده غاية المطالب. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، أفصح الخلق وأنصح الخلق، فمع فصاحته ونصحه لا بد أن يكون قد بين هذا التوحيد بيانا كافيا شافيا. فلماذا جاءت هذه المقولة الباطلة؟ مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فقال هذا لا يمكن البتة. ثم ذكر أن أهل الكلام الذين هم الخلف، سموا الخلف، أنهم شهدوا على أنفسهم، فذكر جملة من النقول عن أئمة الكلام، عن أئمة علماء الكلام من المعتزلة ومن تأثر بهم ومن الأشاعرة ومن الماتوريدي وغيرهم، ذكر عنهم أنهم اعترفوا بذلك، وخاصة في آخر حياتهم، وذكروا أن أكثر الناس شكاً عند الموت هم علماء الكلام، أكثر الناس شكاً عند الموت هم علماء الكلام، وأن من تاب منهم يقرر أنه يموت على عقيدة أمه، ويقصد بذلك العقيدة الفطرية التي لم تتلوث بعلم الكلام، فإن عقيدة العوام من الناس وجمهور الناس
هي العقيدة الفطرية التي تستمع للوحي للقرآن والسنة وتؤمن به، ولا تخوض في علم الكلام الذي يأتي بمقايسات عقلية وسفسطة وشبه إلى غير ذلك. وذكر أن أئمتهم في هذه الشبه وفي هذه السفسطة هم من بقايا الصابئة ومن المجوس ومن اليهود ومن النصارى ومن الثقافات التي كانت منتشرة عند الفلاسفة في ذلك الوقت. وقال: لا يمكن أن يكون هؤلاء الحيرة الذين يشهدون على أنفسهم بالضلال، لا يمكن أن يكونوا أفقه لدين الله ولتوحيد الله من السلف الصالح ومن الصحابة. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أفقه ولا أعلم ولا أحكم، وهذه مقولة باطلة وزائفة. ولهذا نجده هنا يقول: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، يقصد بالسراج المنير الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم، وأتم عليهم نعمته. فمحال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين، انتبهوا لهذا، معرفة ما يتعلق بالله عز وجل وما يجب عليه وما يمتنع عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين، يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل خلق الله بعد النبيين، لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولاً، لم يحكموا هذا الباب، يعني ما يجب لله، كيف يكون مذهب السلف الخلف أعلم وأحكم؟ فهو يناقش تلك المقولة الباطلة أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. قال: ومن المحال أيضا، وهذا برهان قوي جدا، يقول: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، ويقصد بذلك ما يفعله الإنسان في الحمام
علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا الحديث رواه البخاري، ومعنى ذلك ونسي من نسي يعني إذا نسى واحد فإن غيره لا ينسى، ولذلك من المقطوع به أنه ما ضاع شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحتاجها الأمة، ما ضاع شيء البتة، فما نسيه شخص حفظه آخر، ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، معرفة الله عز وجل غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. الوصول إلى الله عز وجل أنك تصل إلى معرفته وتصل إليه يوم القيامة في جنات النعيم، فهي غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان، أدنى مسكة من إيمان وحكمة، أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. إذا كان قد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، هذا من القطعيات أنه وقع منه البيان الكامل، إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، يعني ما عرفوه ولا حفظوه ولا نقلوه كما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، وهم خير القرون، خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زايدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم، إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة
يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفيته، يعني لا معرفة كيفية الرب ولا معرفة كيفية صفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعني الموجودة في الناس، هذه الفطرة السوية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي والذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ ويقصد مجموع عصورهم القرون الثلاثة، لأنه لم ينقل خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، فهم سادات العلماء وهم مجمعون على ما يقال في مسائل التوحيد. ولهذا قال: هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق، يعني أنهم كتموا، أنهم كانوا يعتقدون الباطل وما عرفوا الحق وكتموا، فهذا أيضا أشد امتناعا من الذي قبله، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل، عرف حال القوم. ثم قال: الكلام عنهم في هذا الباب، يعني في مسائل العقيدة والتوحيد، أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون، ويقصد بالخالفون الخلف الذين خلطوا الحق بالباطل بسبب الفلسفات وعلم الكلام. قال: لا يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر السلف. وهذا وإن كان قاله كثير فلا شك أنه غباء منهم هذا القول، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة وهم على طريقة السلف، إنما أتوا من يعني كلامهم عن طريقة السلف أن مجرد السلامة وما في علم ولا حكمة، يقول أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني قراءة، وأن طريقة الخلف هي استخراج المعاني، استخراج معاني النصوص المصروفة
عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر بالسمع، ويريد بالسمع الوحي، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من أمرهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية، يعني هذا يقوله أحد علمائهم الكبار لما فتح الله على بصيرته فرأى الضلال بعينه في آخر عمره، فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية
والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي غليل عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن الكريم، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقوله ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هنا الشارح نقل في شرحه مجموعة من عباراتهم وكلامهم، يعني لا نشوش عليكم بذكر بعض تفاصيلها، وذكر عن بعضهم ويقول الآخر منهم وهو من رؤسائهم الكبار، وهو المسمى إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، يقول لقد خضت البحر الخضم، يعني علم الكلام والفلسفة، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل له، وها أنا لا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام. وهنا علق الشيخ صالح آل الشيخ شارح هذه الفتوى جزاه الله خيراً على معنى قوله على عقيدة أمي، هل هو يذم عقيدة أمه أو يمدحها؟ فهو يفهم منه أنه يمدح هذه العقيدة لأنها لم تتلوث بعلم الكلام وأنها عقيدة فطرية، فيقول قوله على عقيدة أمي يعني عقيدة صافية ما دخلتها هذه الكلمات. وفي قول هذا المتكلم أموت على عقيدة أمي تستفيد منها فائدة عظيمة في إبطال قول من قال إن عامة الأمة والسواد الأعظم من الأمة على طريقة الأشاعرة والماتريدية أو على غير طريقة السلف، لأن طريقة الأشاعرة والماتريدية موجودة في أذهان العلماء منهم، فلو تأتي وتسأل عامياً في أي بلد لأثبت لك ما أثبت القرآن، وما قام في ذهنه إلا ما يسمع بظاهر اللفظ. فهذا يقول أموت على عقيدة أمي، لماذا؟ لم تكن أمه مثله، لأنه انصرف عن الفطرة بالتعليم، فلهذا لا يجوز أن يتسامح في قول من قال إن عامة الأمة أشاعرة أو السواد الأعظم. وهذا مع الأسف يقرره بعض الكتاب وبعض الباحثين، لأنه يرى الكتب المكتوبة هكذا، لكن عامة الناس ليسوا على هذه الكتب المحرفة. يقول فلهذا لا يجوز أن يتسامح في قول من قال إن عامة الأمة أشاعرة أو السواد الأعظم على غير طريقة السلف أو هذه الطريقة، يقول عنها أنها الطريقة الوهابية، وهذه طريقة الصحابة صارت طريقة الوهابية، بل العامة في باب الصفات لا في باب توحيد العبادة لا يعرفون الطرق الكلامية ولا يعرفون التأويلات، يسمعون ويسلمون. لو تأتي لهم بتفسير ابن جرير
وابن كثير وتقرأه عليهم لما استنكروا فيه شيئا. وهو ذكر مثال بابن جرير وابن كثير لأنهم على العقيدة السلفية، عقيدة السلف الصالح، فإذا قرأت عليهم لا يستنكرون من ذلك شيئا لأنهم موافق للفطرة، بخلاف من تعلم فإنه خرج عن فطرته إلى شيء آخر. وهذا يقول: أموت على عقيدة أمي لأنه على الفطرة، وهو بما تعلم فسدت فطرته وخرج عن طريق السلف. فالعامة من المسلمين لا يعرفون هذه الطرق ولا التأويلات، وإنما هم يسلمون للنصوص. وقوله عند الموت يعني إذا جاء الموت شكوا في معلوماتهم، ويقصد بهذا قول القائل: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وهذا الذي قاله إمام من أئمتهم وهو أبو حامد الغزالي، قال: يعني إذا جاء الموت شكوا في معلوماتهم السابقة فماتوا على غير عقيدة مترددين متشككين، نسأل الله العافية. وهذا الغزالي له كتاب اسمه الجام العوام عن علم الكلام، يعني لا تعلمون عامة الناس علم الكلام، فما فائدة عقيدة للخاصة منهم الذين يتعلمون؟ هذه ليست عقيدة المسلمين. وأما المسلمون فهم يشتركون في العقيدة كلهم. ثم يقول شيخ الإسلام: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون والمسبوقون الحيارى والمتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السالفين أو السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومواصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبهم قاموا وبه قاموا وبهم نطق وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من أن يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس المشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء
وأهل القرآن والإيمان، وهو يشير بذلك إلى كلها أن هذه الفلسفات هي مأخوذة عن طريق كتب أعداء الإسلام، فإن المأمون الخليفة العباسي لما ترجم كتب القوم جر على الأمة شرا عظيما لما ترجم تلك الكتب، فأثرت تأثيرا بليغا، فهؤلاء ما أخذوا العلم من مصادر صافية صحيحة، وإنما أخذوه من مصادر ملوثة. ولهذا يقرر شيخ الإسلام عليه رحمة الله حقيقة مهمة فيقول: فإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر بأن الله عز وجل هو العلي فوق كل شيء، وهو على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. وهو بدأ هنا يناقش قضية العلو، مسألة علو الله عز وجل على خلقه، وهي قضية فطرية واضحة لكل أحد، ووجد من هذه الفرق المخالفة، بل أكثرهم ينكر علو الذات، ويفسر العلو بأنه علو القدر وعلو المنزلة وعلو الرتبة، لكنه لا يؤمن بعلو الذات وأن الله هو العلي الأعلى فوق السماوات فوق العرش. فلهذا يقول يعني هذه الكتب جميعا عن الذين ذكرهم من القرون الثلاثة يقول مملية بما هو إما نص وإما ظاهر بأن الله سبحانه هو العلي فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالصعود يكون إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا يثبت أنه في العلو لأنه يصعد إليه الكلم، والصعود هو إلى أعلى. وكقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك، والرفع هو إلى أعلى. وقوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، والسماء هو العلو، آمنتم من في السماء، والسماء يطلق على العلو، فالله في السماء، ومعنى في السماء على السماء، لأن حروف الجر يأتي بعضها بدل بعض، ففي السماء يعني على السماء، وليس معنى الآية أن السماء تحيط به سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن كما جاء في حديث الكرسي وحديث العرش وغيره. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الطلوع الصعود. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فإن الله في جهة فوق، يخافون ربهم من فوقهم، ما قال لا من تحتهم ولا
عن أيمانهم ولا يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: ثم استوى على العرش. والعرش معروف أنه سقف المخلوقات، وهذا في 6 مواضع من كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وذكر عن فرعون أنه قال لما جاءه موسى قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فلماذا قال ابن لي صرحا ويصعد؟ لأن موسى قال له الله في السماء، فهو يريد أن يبني صرحا ليطلع ويبحث عن الله، خاب وخسر. وكقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. تنزيل، والتنزيل والنزول من فوق إلى أسفل، فهذا تنزيل من الله، فدل على أن الله في جهة العلو سبحانه وتعالى. تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: منزل من ربك. وقال تعالى إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وأما الأحاديث الصحاح، يعني الآن أورد جملة من الآيات التي تثبت أن الله في جهة العلو، وأنه فوق العالمين، وأنه مستو على العرش، ثم ذن بذكر الأحاديث الصحاح والحسان، وقال يذكر مما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله عز وجل إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله عز وجل، وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهو يشير بذلك حديث الخوارج، أي أصل الخوارج، وهو ذو الخويصرة الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فلما رآه يعطي بعض زعماء القبائل يتألفهم على الإسلام قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وأن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا والعياذ بالله غاية الضلال. فقال: ويحك، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. يعني أنا أمين الله الذي في السماء، والمراد في السماء يعني في العلو. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم
أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. وهو يثبت أن الله في جهة العلو، وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. يريد أن أحاديث الأوعال أحد الطرق فيه قدح، فقال هذا لا يقدح في الآخر الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرض أن حديث الأوعال ما صح، فإن الأحاديث تبلغ حد التواتر في إثبات العلو لله عز وجل. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فهي عرفت ربها وعرفت نبيها. وقوله وعرفت ربها أنه في السماء وهي على الفطرة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، وإسناده على شرط الشيخين. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، يعني إذا أقر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فذكر أبيات ذكرها عبد الله بن رواحة الصحابي الشاعر المشهور الذي استشهد في موقعة موتة. القصيدة: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافي وفوق العرش رب العالمين. وكذلك قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذا رفع، فرفع اليدين في الدعاء هو أنت ترفعه لله، وهذا يدل على أنه في جهة العلو، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله
ألقى على أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من حثالة إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن هؤلاء، ولا حرف واحد يخالف ذلك نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوه. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وأما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ونكتفي ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.